تتواصل فعاليات الدورة 29 لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء الذي بدأت فعالياته من 15 من شهر أغسطس الجاري ويستمر حتى 30 من نفس الشهر. يتضمن المهرجان 31 حفلا موسيقيا وغنائيا متنوعا، ويقدم كبار الفنانين المصريين والعرب للجمهور بشرائحه المختلفة. وسط إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا، تستمر قلعة صلاح الدين في احتضان مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، مقدمة وجبة ثقافية غنائية متكاملة من شأنها الارتقاء بالذوق العام والحس الموسيقي. الحمد لله السنة دي البرنامج كان متنوع جدا جدا، ويعني يناسب لكل الأذواق، سواء اللي بيحبوا الموسيقى العربية، اللي بيحبوا الأغاني العربية، اللي بيحبوا الموسيقى الغربية، اللي بيحبوا الجاز، اللي بيحبوا الغنى الأوبرا، اللي بيحبوا الغنى الغربي، اللي بيحبوا الباليه. قدمنا كل الأنواع، قدمنا كبار النجوم وشباب النجوم، وقدمنا فرق مميزة جدا السنة دي. أكثر من 20 حفلة موسيقيا وغنائيا تم تقديمها بالفعل خلال 12 يوما مضت من المهرجان، وتتنوع الحفلات بين فرق عربية ومصرية، مغنيين شباب وصغار وكبار، ومشهورين ومبتدئين، مما يجعل المسرح فرصة واعدة لاكتشاف المواهب. مهرجان جميل جدا، بنشوف أهلنا وبنشوف ناسنا وبنشوف أعداد كبيرة جدا بيحضروا المهرجان، وبتبقى فرصة إن الواحد يغني أغاني جديدة، نجرب أفكار جديدة، بتبقى فرصة أن أنا أشوف رد فعل الجمهور من الأغاني الجديدة اللي احنا بنعملها أول بأول. حفل باين يعني هو جميل جدا ولذيذ وروحه حلوة، ورجعت لنا روح تانية يعني كنا مفتقدينها بقالنا فترة بسبب الحظر وكورونا وكده يعني، فيس اتبسطت كتير يعني. بحب بقى الممثلين اللي بيغنوا كده وبفضل أتفرج عليهم كتير، بحبهم قوي. المهرجان ممتاز طبعا، التنظيم رائع يعني، لا عاملين شغل جامد، و الكراسي والتوزيع احسن من حتى من السنين اللي فاتت. تكاتف كبير بين مؤسسات الدوله من ثقافه وسياحه لتوفير سهره موسيقيه ترفيهيه تثقيفيه تزرع قيما فنيه ووطنيه في نفوس الشباب والاطفال والعائلات. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.